السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة البي اتش بي. بهذا الدرس إن شاء الله حنكمل ببناء الفانكشن الخاصة برفع الصور. طبعا نحن بعد ما جربنا الفانكشن وتأكدنا أنه بتقوم برفع الصور، في أمر كتير مهم لازم نعرفه، أنه نحن لما بنرفع صورة لازم أيضا نحتفظ بالاسم بتاع الصورة بالداتابيس عنا عشان نقدر نستدعيها، مثل ما عملنا بالفاير بيس لازم نعمل هون. أنا رفعت الصورة أوكي، لازم أيضا احتفظ باسمها وخزنه وين عندي بالداتابيس عشان أقدر إيش استدعيها ببساطة شديدة. خلينا نكون متفقين على هاي النقطة. ثاني نقطة لازم نعرفها أنه اسم الصورة لازم ما يتكرر اطلاقا، لانه اذا اسم الصوره تكرر فرح يتم استبدال الصوره القديمه بالصوره الجديده اللي تكرر اسمها. تمام، يعني انا مثلا هون رفعت انا مثلا الصوره اسمها كاستم بي اتش بي لوجو، حبيت ارفع لملاحظه ثانيه نفس الصوره، ما بصير التنتين ياخذوا نفس الاسم. تمام، مشكله. فانا شو لازم اعمل؟ لازم كل اسم صوره يكون يونيك ومختلف عن اسم الصوره الثانيه. كيف هذا الشيء ممكن نعمله؟ ببساطه شديده، لو انا رحت على الاندكس او رحت على ملف التست على سبيل المثال، عملنا كومنت او لغينا هي، في عنا فانكشن بيلت ان موجوده بالبي اتش بي بتقدر تكون ارقام عشوائيه ما بين الرقم الاول اللي حادخله والرقم الثاني. يعني انا مثلا ادخلت 1000 ودخلت الرقم الثاني 10000، فرح تكون لي ارقام عشوائيه ما بين هي الرقمين. نتاكد من هذا الموضوع، بنروح على جوجل كروم بنلاحظ فعلا انه كونت لي رقم، بنعمل ريفرش بنلاحظ كونت لي رقم مختلف، نعمل ريفرش بتكون رقم. عند كل عمليه ريفرش بتكون رقم مختلف. تمام، فكل مرة حتكون رقم عشوائي. فممكن انا اخذ الراند ببساطة شديدة، روح على الفانكشن واضيفه قبل اسم الصورة عشان ما يتكرر. تمام، وهي نقطة كتير مهمة، بحيث اني لو رحت على التست او رحت عفوا على الثاندر كلاينت، رحت على اضافة الصور ورفعت مثلا نفس الصورة مثلا وليكن هي بي اتش بي، لاحظوا سند رفعتها انا مثلا، عفوا شو صار هون عندي انا؟ اوكي في شي نسيانه، اوكي تيست، تمام، بنشيل التست بنرجع الفانكشن الخاصة برفع الصور عفوا، اوكي بهذا الشكل، بنرجع على الساندر كلاين، اوكي وبنرفع الصورة هلا بهذا الشكل. لو رجعنا على الملفات بنلاحظ انه رفعت عندي الصورة، ولكن قبل الاسم بتاع الصورة انضاف رقم عشوائي 9208. مرة ثانية بنرفع بنلاحظ انه فعلا انضافت الصورة ايضا، ولكن كل مرة عم تاخذ رقم عشوائي مختلف عن المرة اللي قبلها. فبهذا الشكل انا بضمن انه الصور ما رح تتكرر اسمائها، لانه في حال تكرر اسم الصورة ما رح تنضاف عند، عفوا رح يتم استبدالها بالصورة القديمة. تمام، هي نقطة كتير مهمة وهي مشكلة كبيرة، مثل ما قلت لكم لازم اسم الصور يكون يونيك. هي النقطة الاولى يلي بتهمني انكم تركزوا فيها بشكل كامل. تمام، خلينا نحذف الصور هدول ما عاد في داعي لهم. تمام، تاني شيء طبعا لازم نحن نرجع اسم الصورة عشان نخزنها بالداتابيس، فنحن نعمل هون ريتيرن الايمج نيم بهذا الشكل. وفي حال الصورة ما رفعت بسبب انه لاحقتها مش موجودة او حجمها كبير، ممكن انا اعمل هون مثلا ريتيرن على سبيل المثال فيل، فشل مثلا، اوكي. وانا من خلال هي الريتيرن اللي عم يرجع لي بقول له والله لو الريتيرن هو فيل اوكي معناتها الصورة ما ارتفعت، معناتها في عملية فشل، ف ما بنرفع الملاحظة وبنكتب له مثلا بنرجع له جيسون ستاتس فيل. تمام، ببساطة شديدة. عشان نحن نطبق هذا الشيء بشكل عملي خلينا نروح على الملاحظات على النوت على الاد نوت على سبيل المثال، وخلينا نضيف هون طريقة رفع الصور نفس اللي عملناها بالتيست. شايفين بناخذ ايمج ابلود بهذا الشكل، اوكي بنروح على الاد بنعمل هون ايمج نيم، هو طبعا ما راح يرجع لي اسم الصور، اوكي. فانا حاعمل ايمج فايل بهذا الشكل، حقول له والله لو الايمج نيم هي فيل، يعني اللي عم ترجع لي من الفانكشن لو رجع لي فيل معناتها الصوره شو؟ ما رفعت، ليش؟ لانه في مشكله. تمام؟ فانا شو راح اعمل هون؟ حاعمل حركه حلوه كثير، حقول له اذا لا تساوي الفيل، اوكي؟ بهذا الشكل، نضيف كل هالاسطر داخلها. يعني لو مش، يعني لو الصوره رفعت وكل الامور تمام، ضف لي الملاحظة على الداتابيس ببساطة شديدة، اوكي؟ والا شو تعمل؟ رجع لي نفس هي الفانكشن فيل، تمام؟ ببساطة شديدة. نتأكد من هذا الموضوع بنروح بنضيف ملاحظة، تمام؟ بهذا الشكل. عفوا بالكولكشن بالاد، ولكن طبعا الملاحظة هون حنضيف لها فايل، تمام؟ حنفعل الفايل فيها، تمام؟ بنرفع هي الملاحظة نشوف إذا حترفع عندي ولا لا. اوكي بنعمل سند، طبعا اعطاني خطا مثل ما شايفين. اوكي شو سبب الخطا يا ترى؟ اقول لكم شو سبب الخطا. لاحظوا يا شباب انا هون بالاد نوت لو رحنا على الايمج ابلود بنلاحظ انه المسار بتاع الصوره هو ابلود دوت ابلود سلاش.
طب انا وين انا موجود هلا؟ شوفوا انا موجود هون بهي النقطة. هل مجلد الابلود موجود على نفس السوية؟ لا. شو لازم اعمل؟ لازم ارجع خطوة لورا. فاوكي انا ممكن اعمل سلاش دوت دوت سلاش بهذا الشكل. هلا لو رحت على الاد تمام وعملت اضافة حتنضاف عندي من دون اي مشاكل تمام، وحتتخزن عندي بالداتابيس ايضا اسم الصورة. نتأكد من هذا الموضوع، بنروح نكتب لوكال هوست تمام بي اتش بي ماي ادمن. اوكي بنروح على النوت اب، بنروح على النوت، فبنلاحظ طبعا انه انضاف عندي اوكي في شغله نسيتها كثير مهمه، انا ما بعرف كيف نسيتها. انا اوكي رفعت عندي الصوره بس في شيء كثير مهم نسيته انا، اني اضيف اسم الصوره على الداتابيس ببساطه شديده. فانا حاعمل هون، لاحظوا يا شباب عندي اسمه نوتس ايمج، نوتس ايمج اوكي، حنضيفها هون بهذا الشكل اشاره استفهام، وهون طبعا حنضيف الاسم اللي عم يرجع لي اوكي بهذا الشكل. نرجع على ستاندر كلاينت وبنضغط مره ثانيه رفع الصوره او اضافه الملاحظه، فبنلاحظ انه الملاحظه انضافت، وايضا انضاف عندي اسم الصوره اللي هو 3913. نتاكد هل هي الصوره فعلا نفس الاسم، فعلا 3913 كاستم بي اتش بي لوجو. اذا الامور كلها تمام، وبهي الطريقه صرنا نحن نعرف كيف نرفع الصوره مع الملاحظه بشكل كامل ونضيفها للداتابيس من دون اي مشاكل. تمام، أتمنى يا رب الفيديو يكون نال إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة لدعم نشر المزيد والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.